النساء آية 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فما لكم في المنافقين فئتين، فئتين قراءة أبو جعفر المدني، فئتين بغير همز، باقي القراء فئتين. المؤمنون الصادقون اختلفوا في حال المنافقين. بعضهم قال هم ناجون، والبعض الآخر قال هم معذبون، والبعض الآخر قال إن تمكنا منهم نقتلهم، والآخر يقول نحكم لهم بحكم أهل الإسلام. فاختلفوا فيه. قيل في من أظهر الإسلام وأبطن الكفر ولم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وظل في محل إقامته، وقيل في منافقين أهل المدينة الذين امتنعوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وتراجعوا ورجعوا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، يعني أركسهم يعني أنجسهم وأوكسهم. الركس أصلا بالكاف هكذا هو النجاسة، أو هو الرجيع الذي يخرج من الدابة، من دبر الدابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستنجي وجاء له بروثة في حديث البخاري قال إنها ركس، هكذا قال ركس. فالركس بالكاف والسين أصله ما يخرج من الدواب، ثم بعد ذلك استعمل بتوسع على كل شيء نجس خبيث. والله أركسهم يعني أنجسهم أو لوثهم أو أوكسهم بما كسبوا، يعني أرجعهم إلى الكفر بمقتضى أنهم أبطنوه بالرغم أنهم أظهروا الإسلام. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الله أضل من؟ أضل من أراد الضلالة. فالمنافقون أرادوا الضلالة فأضلهم الله. فأتريدون أن تغيروا سنة الله في كونه يهدي من أراد الهداية ويضل من أراد الضلالة؟ فلما أرادهم الضلالة أضلهم الله، فالله لم يظلمهم، هم الذين اختاروا الضلالة فأعطاهم إياه. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي سبيلا للهداية. فضل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقاتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ودوا، أي هؤلاء المنافقين، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، يعني لا تنصروهم إلا إذا هاجروا بسبب حق اللوار والهبر، لكن لو ظلوا في أماكنهم فاقتلوهم حيث اختبأوا في وسط الكفار، فلا تميزوا بينهم وبين الكافر فالكل سواء طالما لم يهاجروا. فلا تتخذوا من أولياء يعني ولاية نصر وحماية، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، أي يهاجروا إلى النبي في المدينة ولا يختلطوا بالكفار ويعيشوا في وسط قبائلهم، يظهروا الإسلام أمام النبي ثم يعودوا إلى قبائلهم يقول لهم أنهم كفار.
فإن تولوا أي عن الهجرة إلى النبي والإقامة في داره فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم مع الكفار، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. يعني لا تتخذوا منهم إيه، ولاية صداقة أو رعاية أو عناية أو ولاية نصرة، فاحرموهم من ذلك، لأنهم هم الذين حرموا أنفسهم بعدم هجرتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. اتفضل. إلا الذين، يلا إلا الذين مش إلا، ليه كده؟ بتتكعبل ليه؟ إلا الذين عرضوا، هو اللام فيها غنة؟ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت جاءوكم حصرت صدورهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم نعم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله ولو لسل شاء الله لسلطهم عليه ولو شاء الله سل لسلطهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. استثنى من قتلهم إذا كانوا مع الكفار، من قتل المنافقين إذا كانوا مع الكفار والمهاجرين، استثنى منهم طائفة، وهي الطائفة التي مكثت مع بعض قبائل العرب التي كانت بينها وبين النبي معاهدة، فهؤلاء لا يقتلوا احتراما للمعاهدة. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم. لكن لو جاءوكم بقى قلوبهم ممتلئة حقد، حصرت قلوبهم صدورهم أن يقاتلوكم، لكن لو جم حاقدين يريدون القتال في الحالة دي، أو يقاتلوا قومهم، دول تقاتلوهم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم، لما ربنا سبحانه وتعالى جعلهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر امتنعوا عن قتال المسلمين، فربنا أراح المسلمين من قتالهم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، يعني كانوا صرحاء في الكفر فانضموا إلى حزب الكفار وقتلوا المسلمين معهم، ولكن الله كفاكم همهم فامتنعوا عن قتالكم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، السلم اللي هو الصلح، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اتركوا أمرهم إلى الله ليحكم بينهم. تفضل. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وطائفة أخرى امتنعت عن قتالكم وأظهرت الإسلام حتى يأمنوكم، كويس، وفي نفس الوقت أظهروا الكفر للكفار حتى يأمنوا الكفار، فمع المسلمين مسلمين يأمنوا المسلمين، ومع الكفار يقول أنهم كفار حتى يأمنوا الكفار. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم أي بإظهار الإسلام، ويأمنوا قومهم أي بإظهار الكفر لهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كلما ردوا إلى الفتنة اللي هو إظهار ما لا يبطل أو إبطان ما لا يظهر،
أركسوا فيها عادوا إلى ما كانوا عليه مرة أخرى من الكفر. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم يعني الصلح ويكفوا أيديهم عن قتالكم مع الكفار فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يبقى دي الآيات تنظم الأحكام المتعلقة بالمنافق إذا كان لم يهاجر ومكث مع الكفار. فمكث مع الكفار إما مع كفار مقاتلين يقاتلون النبي محاربين، أو مع كفار بينهم وبين النبي ميثاق، فهذا له حكمه وهذا له حكمه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.